السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة نافذة اللغة العربية الصف الأول الابتدائي، معكم مدرس المادة علياء عبد الحليم. درسنا اليوم بعنوان التنوين. التنوين هو عبارة عن نون تنطق ولا تكتب، عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب. هو هذا هو مفهوم التنوين. التنوين عبارة عن نون ننطقها ما نكتبهاش، نون ننطقها ما نكتبهاش. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب. عندي ثلاثة أنواع من أنواع التنوين: التنوين بالفتح فتحتين، التنوين بالضم ضمتين، التنوين بالكسر كسرتين. أولا التنوين بالفتح. التنوين بالفتح يبقى شكله كما هذا. التنوين بالفتح هو التنوين الوحيد الذي يحتاج إلى عصا، إلى عصا تستند عليه، ولكن التنوين لا يوضع على هذه العصا ولكن يوضع على الحرف الذي قبل العصا. التنوين بالفتح هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب آخر الكلمة وتستند على عصا مثل هذا الشكل، ما عدا الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة مثل كرة، حديقة، والهمزة، والهمزة التي على السطر التي قبلها ألف، وإن لم تكن قبلها ألف مثل كلمة وضوء لابد أن تضع بعدها ألف اللي هي وضوءا، وضوء، يبقى هنا تضع ألف، ألف بعد الهمزة، لأن الألف لم تسبق بإيه؟ بالهمزة لم تسبق بألف. التنوين بالفتح هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب آخر الكلمة وتستند إلى على عصا، ويوضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف التي نزيدها على الكلمة ما عدا في وجود التاء المربوطة، الهمزة، الهمزة على السطر التي قبلها ألف. أما إذا لم توجد قبل الهمزة ألف فإنها توضع بعد الهمزة ألفا، وتوضع التنوين على هذه الحروف، على التاء المربوطة وعلى الهمزة. تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة. حديقة، حديقة، سماء، سماء، ولدا، ولدا، دبا، دبا، أسدا، أسدا. نلاحظ أن في هذه الكلمات عند النطق بها فإنها نطق في آخر كلمة حرف نون، ولكنه لا يكتب نون ولكن تكتب التنوين بالفتح. التنوين بالفتح هو عبارة عن نون تنطق، نون ننطقها ما نكتبهاش، نون ننطقها ما نكتبهاش، وهذا عشان نفكر دايما أطفالنا بهم أن التنوين نون ننطقها ما نكتبهاش. نيجي نشوف النشاط 2، ارسم دائرة حول الشكل الصحيح للتنوين بالفتح. قلنا إن تذكرنا أن التنوين بالفتح يوضع على الحرف الذي قبل الألف التي نضعها، وهكذا هي الشكل الصحيح للتنوين بالفتح. نشاط 3، ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالفتح. برج، نلاحظ أن كلمة برج نحن نطقنا برج ولكن زيدت نون في آخر الكلمة وهذا خطأ. ماء، وهذا خطأ لأنها زيدت نون، وهذا التنوين بالفتح. التنوين عموما قلنا ان هو نون تنطق ولا تكتب، كتكوتا، زهرة، غزالا. نشاط 5، نون الكلمات التالية بالفتح. عندما تأتي كلمات ونحتاج الى التنوين، اول حاجة هنلاقي هنا الاخر الكلمة همزة وقبلها الف، يبقى اذا لا تضع الفا بعد الهمزة، والهمزة هي التي تضع عليها التنوين. حبلا، نبأ، قمرا، مدرسة، وردة. عندما نأتي بالتنوين بالفتح يبقى إذن نحتاج إلى عصا تستند عليها، ولكن التنوين يوضع على الحرف الذي قبل الألف. أما إذا وجدنا التاء المربوطة، الهمزة، والهمزة التي قبلها ألف، فإننا لا نضع التنوين، نضع ألفا أو نضع عصا، العصا تستند عليه التنوين. عندما نقوم بعمل شبكة مفردات للتنوين بالفتح ممكن نحن نتذكر أو نحن نجيب أي كلمة بها ليس بها التنوين ونضع عليها التنوين. هنا فضلنا أن احنا نجيب كلمات بها مثلا سماء آخرها همزة، وردة آخرها تاء مربوطة، حبلا، أسدا، كل هذه الكلمات بها تنوين بالفتح. رتب الكلمات لتكون جملا مفيدة. أشرب منعشا، أنا عصيرا. أنا أشرب عصيرا منعشا، نجد أن عصيرا ومنعشا بها تنوين بالفتح. تغني رائعة الطيور ألحانا، تغني الطيور ألحانا رائعة، نلاحظ أن كلمة ألحانا ورائعة بها تنوين بالفتح.
وهنا نتذكر سواء مع بعض أن التنوين بالفتح هو عبارة عن نون ساكنة، نون ساكنة تنطق ولا تكتب في آخر الكلمة. التنوين بالفتح يحتاج إلى عصا تستند عليه، ما عدا في وجود الهمزة، الهمزة التي قبلها ألف والتاء المربوطة. هنا قد انتهينا من التنوين بالفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.